مزارع المغرب، معا نرتقي بالقطاع الفلاحي. السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناة مزارع المغرب، مرحبا بكم. في هذه الحلقة إن شاء الله ما غادي نقول لكم لا تابوناو معنا أو لا فعلوا الجرس أو شاركوا أو ديروا جيم أو لآخره. في هذه الحلقة غادي نهضروا على جوج ديال الحوايج اللي هما مهمين ومهمين بزاف في الأونة الأخيرة، وليت كنلاحظ بعض الناس الله يسمح ليهم والله يهديهم ولاو كيطبلوا لواحد جوج ديال السلالات هما ما كاينينش. الدجاج العربي تي وهموا الناس لانه سلاله ودجاج ممتاز وكيعطي نسبه البيض ممتازه كتوصل حتى ل 180 بيضه 200 بيضه وعنده مناعه قويه ودجاج ما كيرقدش الى اخره، وانه دخل من الامارات ودخل من السعوديه ودخل من البحرين الى اخره. المهم هذا الدجاج العربي تيوهموا الناس على اساس انه سلاله ممتازه. واخا اسال الامر الثاني هو الدجاج الفيومي الاردني. انا ديجا نبهت الاخوان ديالنا المتابعين للقناه والاخوان ديالنا اللي عندنا في مجموعه مزارع المغرب والصفحه ديالنا اللي في الفيسبوك على انه ما كاينش شي سلاله اسمها الدجاج العربي. فالدجاج العربي هو خليط من السلالات كما راه معروف. حاليا الاخوان عاد دخلتهم ديك الثقافه ديال الباناشي في المغرب انهم تيهجنوا السلالات، وما راه ما تيهجنوش غادي يخرجوا على السلاله انه تيقبطوا مثلا الفيومي مع الاندلسي مع ليجون مع البلايموت وباش يعطيهم واحد الخليط وكيبيعوا البيضه بواحد 3 دراهم او 4 ديال الدراهم خصبه. اخواني الكرام انا كنرفع التحدي لهاد الناس اللي تيقول لك بان الدجاج العربي سلاله وان الدجاج العربي اتحداهم يقولون انه ما تيقرقش، وحنا اللي كنعرفوا بان الدجاج البياض هو اللي ما تيقلقش تيكون معدل وراثيا انه ما خاصوش يقلق يعطي واحد النسبه البيض ممتازه. فالدجاج العربي كما انا حاليا كنعيش في الجزائر الدجاج بلدي تيقولوا له الدجاج العرب كما تونس كما ليبيا وكما مصر وكما السعوديه والدول العربيه. انا عندي اخوان واصدقاء ديالنا في جميع البلدان العربيه وعلى تواصل معهم، فراه ما كاينش الدجاج العربي سلاله. غندوزو الامر الثاني هو الدجاج الفيومي الاردني، وانا تنقول لهم كنرفع التحدي مره ثالثه واتحدى اي شخص كما كان النوع ديالو انه يقول لي كاين الدجاج الفيومي الاردني. اي شخص يجيب لنا المصدر يجيب لنا الدليل. كانش كاين شي ناس الله يهديهم هنا في المغرب تيوهموا الناس انه كاين فيومي اردني، وحنا كنعيشوا في القرن 21 فراه في الامكان ديالكم تدخلوا للانترنت بسهوله الصفحات والمواقع والجروبات ديال الاخوان المشارقه ديال الاردن الامارات مصريين وتحاوروا معاهم وطرحوا الاسئله ديالكم عليهم في جروبات في الفيسبوك وشوفوا واش كاين شي فيومي هذا اردني ولا لا. مؤخرا كنتفاجئوا بان كاين مجموعه ديال الاشخاص كيبيعوا الناس الفيومي الاردني والناس مساكن غاديين معاهم في الريتم ديالهم في الهواء ديالهم كلشي الفيومي الاردني الفيومي الاردني حق رجليه بويض هذاك فيومي اردني. وكذلك الدجاج العربي حق يعطي نسبه البيض ممتازه، والدجاج العربي راه هو الدجاج البلدي راه ما كاينش فرق بيناتهم. تيقرق وحنا كنعرفوا كما قلنا الدجاج اللي تيقرق فهو غير بياض عنده مناعه قويه ممتازه راه بحالو بحال الدجاج البلدي ديالنا ديال المغرب، حيت البلدي ديالنا ماشي مؤصل ما عندوش الاصل ما عندوش داك الجينات بركه من حاجه تعتمد عليها السلاله ما عندهاش. نصحكم بان الهاوي او المربي المبتدئ غادي تقول بسهوله فكفى تقوا الله تقوا الله ثم تقوا الله، حاولوا ما امكن تصوروا دراهم حلال ما تكذبوش على الناس. لهذا اخواني الكرام الرساله ديالي كنتمنى تكون وصلتكم، والسلام عليكم ورحمه الله ورمضان كريم وكل عام وانتم الف خير.